اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. مشاهدينا في هذه الحلقه نستعرض عناوين ملفات تداولها كثيرون من الشباب العراقي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. اولا الى ديالى، وهناك نزوح لاهالي قريه خليل الحسيناوي بعد قصفها بقذائف الهاون من ميليشيات، ودمار قريه اخرى او دمار اخر بمزارع قريه اخرى غيرها. ثم الى حادث تدافع كربلاء والزائرين هناك، حيث وزارة الصحة في العراق أعلنت أن 30 شخصا قتلوا في هذه الأحداث، أحداث التدافع. بعدها ننتقل إلى عدد من المستشفيات، نستعرض من هناك لقطات تبين عدم وجود أطباء وممرضين فيها. ثم إلى مقاطع مصورة لاعتقال المدعو محمد جعفر، وهو ابن أخت النائبة عليا نصيف، واعتقل من قبل مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية. تعيش الديالة أوضاعاً استثنائية بعد تغول الميليشيات على المشهد الأمني وسيطرتها على معظم قرى المحافظة، حيث يعاني سكان المحافظة الأصليون من تهجير ممنهج من قبل الميليشيات الموالية لإيران، فضلاً عن تدمير مزارعهم وحرقها وسرقة ممتلكاتهم. إلى جانب ذلك يتم استهداف القرى بالهاونات، والهدف تهجير سكانها بين الحين والآخر. نشاهد الآن لقطات توثق نزوحا جماعيا لأهالي قرية خليل الحسيناوي، وهذه القرية تقع جنوبية ناحية بهرز في ديالى بعدما قصفت بقذائف الهاون من الميليشيات. لا مور عاد عم ماشي زيد حيدر عيد عاد إلى مواطن آخر، وثق الدمار الذي لحق في مزارع قرية الخيلانية بناحية السنسلة التابعة لقضاء المقدادية في ديالى أيضاً بعد حرق المزارع ومنع أصحابها من العودة إليها من قبل الميليشيات ضمن إطار التغيير الديموغرافي في المحافظة. نشاهد الآن وإياكم ما وثقه هذا الناشط العراقي. هذه بساتين قرية الخيلانية في ناحية السنسل، فهي كما ترونها مدمرة، لقد حرقت من قبل الميليشيات الإرهابية، ما يعرف بميليشيات البازول الوقحة. شوفوا هذا اليابس، شوف الدمار اللي خلفته، شوف هاي بالخيلانية بسنسل بالمقدادية وبالأخص بديالة وبالقلم العريض. هاك شوفوا دمار الميليشيات الإرهابية، صور عيني صور، هاي بساتين كلها مدمرة نار. أي والله نعلكم الله أن الحكومة، أين الجهات المختصة؟ حركتوا البساتين؟ نقول إيه، مو تقدر تقول إيه، بس لكن ليش مخلينها فارغة؟ رجع العوائل، أم هو تغيير ديمقراطي؟ الآن إلى موضوع آخر. وزارة الصحة أعلنت حصيلة حادث تدافع في كربلاء، وقالت إن الحصيلة أكثر من 145 شخصاً بين قتيل ومصاب، وأوضحت أن الحصيلة النهائية لضحايا التدافع خلال مراسم عاشوراء بلغت 31 قتيلاً و114 مصاباً. علاء العلوان أكد، وهو وزير الصحة،
أكد أن 9 من الجرحى في حالة حرجة، مشيرا إلى مغادرة 25 جريحا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم. في المقطع الآتي، ناشطون من محافظة كربلاء ومواطنون أيضا حملوا العتبات في المدينة، حملوها المسؤولية عن الفوضى في تنظيم الزيارة، الأمر الذي تسبب بهذه الخسائر الكبيرة بأرواح الزوار. حاطين تل من التراب كلش عالي، فصار زخم مال الزوار، الزوار كلش كان هواية، انه هواية ناس ظلوا روسها بالتراب عاجوين، وواحد فوق الثاني شباب، منهم شياب، الشياب ما يستحملون، منهم هواية انه طلعناهم ميتين، واكو واحد حتى مخه طالع، شفناه انا شفته بعينه انا وساكي طلعناه. عالم ما تلحق تطلع نفسها، هواي هواي من الشباب من الشياب، وال يعني هواي ما يتلحقون عليهم، لا سيارة الاسعاف تلحق عليهم ولا البشر يلحقون عليهم. تلك الرواية التي شاهدتموها أو شاهدناها وإياكم جاءت على لسان أحد أبناء المدينة. الآن إلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من جانبه زار كربلاء وصرح للإعلام قائلا مع ابتسامة عريضة طبعا إنهم كانوا يتمنون الشهادة. نشطاء قالوا إن هذا القول جاء لتبرير ما جرى في الزيارة في تصريح لاقى انتقادات واسعة من قبل مرتدي مواقع التواصل. حال الحمد لله والشكر، حقيقة الحالة المعنوية للمرضى عالية جدا، يعني الكل يعني هم كانوا يتمنون يقولون الشهادة حقيقة، وحالتهم المعنوية جيدة، حالتهم الصحية أيضا في تحسن مستمر، على الأغلب عدد كبير منهم يخرجون بكرة. ما تم في هذا اليوم مع هذه الفاجعة، ما تم من إجراءات صحية ونقل كان ممتاز جدا وبانسيابية عالية. بانسيابية عالية، استمعتم في المقطع السابق لعادل عبد المهدي وهو يشيد بإجراءات وزارة الصحة في التعامل مع حادثة زوار كربلاء. الرجل ربما لم يطلع على المقاطع التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول حال المستشفيات التي تعاني نقصا في الأجهزة والكوادر الطبية، ناهيك عن الإهمال المتعمد. مقطع مصور من المستشفى الجمهوري في البصرة يبين نقل مريض ينازع الموت من قبل ذويه، نقلوه بسبب عدم وجود كادر طبي في المستشفى. نشاهد معه.
إلى مواطن آخر، لكن هذه المرة من بغداد، وهذا المواطن وثق خلو مستشفى الكرامة من الأطباء والممرضين وتركهم أو وتركهم للمرضى دون معاينة ولا متابعة. زين، هاي غرفة الطبيب فارغة مستشفى الكرامة. زين، هاي فارغة، نركض على الممرضين، الممرضين طالعين، هذا مال الملاك مال التمريض. زين، الباب قافلها. زين، قافليها للباب. زين، كلها قافليها. زين، هاي الحمامات، الحمامات والريحة تقتل. هاي الوضعية حتى كيلون ما بيها. زين، يعني اللي طب هنا ينضرب فيروس حيا على الصلاة. زين، هاي المغاسل تخرخر. زين، وانا وزير الصحة عن هاي الشيء هذا. زين، هاي الرجات كلها فارغة. زين، ندور عليهم. هسه ساعة بالتسعة. زين، ولا واحد موجود. زين، فلات. إلى موضوع آخر، القوات الحكومية تلقي القبض على موظف في النزاهة يتعاطى الرشوة. من يكون هذا الموظف يا ترى؟ إنه ابن أخت النائبة عليا نصيف وزوج ابنتها المدعو محمد جعفر. طبعاً عملية الاعتقال تأتي في إطار الخلافات المتصاعدة بين وزارة الداخلية وتحديداً مكتب المفتش العام وبين النائبة عاليا صيف. المقطع التالي واجه موجة من السخرية على صعيدين: الأول أن النائبة صيف لطالما تحدثت عن النزاهة ومكافحة الفساد بالوقت الذي تدعم فيه صفقات الفساد من خلال ابن أختها، أما صعيد الثاني فكان من حصة عمليات الاعتقال والتوثيق الذي وصف بالمهزلة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد الآن وإياكم لقطات من عملية الاعتقال تبينها اللقطات التالية. جانب من اعترافات المدعو محمد جعفر في المقطع الآتي نشاهدها وإياكم، وهو الذي أقر بها وباتفاقه مع أحد الأشخاص لمنحه موافقة فتح محطة وقود مقابل مبلغ 60,000 دولار. ولكم أن تتخيلوا حال النزاهة في العراق الذي يتقاضى موظفوها مثل هذه المبالغ مقابل منح الموافقات اللازمة. ويا ما تشتغلت؟
ويا حجي عاليا صيف أيه؟ انا بنخرجها أيه؟ اخذت الكتب وقعتها من الصبح داوديها المدير كتب قديمه اي اي كمل ايه كمل 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 اخذت الكتب بتوقيع اليوم اي وشغل اليوم نعم لان اني اداوم وياهم الولد يعني اروح لهم العصر لمكتبهم يطبعون الكتب مال الناس طلبات الناس وكلهم فيهم طلبات نعم لا اليوم سويت امور واخذت من واحد فلوس نعم واني اركض ما ياخذون وساعه زين اسمع من عندي خلنا اخدمك ايش قال قلت له بالتسجيل اريد على موافقه البنزيخانه قلت له كيفك سته المن هاي سته الك لو المن لا والله بس دقيقه واحده بس اعطيني مجال الست دفاتر المن اللي قلت لك كلبك سته ما خليت تعبه سته من هو اللي يسوي الموافقه والله ولو انا سوبر شو اسمه ابو فهد شو اسمه ابو فهد اسمه معتز والله اسمه معتز اسمع من عندي وين يداوم معتز ما اعرف والله حتى وين وين يداوم معتز وين يداوم معتز والله حتى ما اعرف انت هسه دورك بست دفاتر بين هذا والبنزيغال شو يسموه انت بينك وبين ذاك انا وصيت وصيت يعني انت هسه وصيت عن الرشوه يعني هسه انت مو وصيت عن الرشوه انا انت شنو شغلك بدك تودي ست دفاتر انت تجرك بست دفاتر شنو هي فهمني انت تقول لي اكثر من ست دفاتر ما خليها تعبر انت موظف بالنزاهه ولا غلطان تمام شلك علاقه بالفلوس هاي ست دفاتر موظف النزاهه يتعامل هيك بست دفاتر لا يصير لا والله غلطان لا ما غلطان غلطان وين على ابوي امس وجهي القيادي في تيار الحكمه عن قيادي جديد ستكون فقرة آراءكم لهذا اليوم يصف نفسه طبعا هو معارضا وهو المدعو حميد معلا وهو قيادي في تيار الحكمة يقول إن الشباب العراقي الآن لبسهم مرتب وشعرهم جميل وتليفوناتهم حديثة ويقودون أيضا سيارات الجارجر ويسافرون إلى تركيا وأذربيجان ويصرفون الكثير من النقود التصريح أثار موجة من الانتقادات والسخرية نتابع ومن ثم نقرأ بعض التعليقات هسه تمرون على 10 مولات في داخل بغداد وتباوعين الشباب ايش لابسين من لبس حلو شلون شعرهم شلون مرتب شلون يسمعون فد احاديث كل واحد تلفون من احسن انواع التلفونات بيديه يطلع يسوق هاي السياره تشارجر والغيرها ويسوق بطريقه يعني أنا ما أدري ليش ما تشوفون هاي شنو يعني ما قدمه خب أنا أتفق وأعترف بأن المرحلة فيها ما فيها لكن لماذا لا نرى الأشياء الجميلة ليش كل ماكو وإحنا مرضى وإحنا ميتين نروح بقى على المطار على المطار وشوف الناس اللي يسافرون ويطلعون هذا رايح لتركيا وهذا رايح لأذربيجان ويصرفون فلوس هناك زين هذا منين عندهم هذا إذا وضعهم الاقتصادي جيد وشكولهم حلوة دماءهم طيبة لباسهم جديد تلفوناتهم ممتازة الأدوات اللي يستخدمونها أرقى أنواع المواد لا تعليق الآن نقرأ إياكم مجموعة من التعليقات التي ردت على التصريح التلفزيوني الذي شاهدناه قبل قليل لهذا القيادي في تيار الحكمة وكما أخبرناكم باسمي حميد معلا إلى صادق التميمي الذي يكتب ومن هؤلاء الشباب المعتصمون بالحر والبرد من أصحاب الشهادات والكفاءات من أجل تعيين أظن أنهم بطرانين أو من بنغلاديش يا الله كم هو جارح هذا المنشور إلى آخر وهو خالد محسن يكتب ذولا اللي تشوفهم يا مولاي هم أبناء البرلمانيين أو المتنفذين في الأحزاب أو أبناء أصحابك المعممين إلى منشور ثالث عفوا لمياء الطائي تكتب لازم ما شفت الرجال الكبار بالعمر والشباب العاطلين الذين مزقوا ملابسهم أمام الكاميرات بالفضائيات جيش من العاطلين الشباب ومن يسافر ويصعد هذه السيارات أناس محدودين ومن يسافر ويصعد هذه السيارات أناس محدودين أغلبهم من السراق والفاسدين المنشور الرابع لحسين سعد وفيه يقول ذل كلهم نفس التفكير واحد يقول يأكلون نستلة واحد يقول عندهم موبايلات إلى الخامس عباس السوداني يكتب أيها الفهيم لماذا لا تذهب إلى بيوت الفقراء الذين يتقاضون مبلغ 100,000 و500,000 دينار شهريا أو المتقاعد الذي راتبه 300,000 دينار شهريا وفيها رسالة إلى خالد العقايشي الذي كتب صحيح كلام الشيخ وبعد أذكر لك ربعكم أجو من الشارع
عينتوا هم بمكان اصحاب الشهادات وعينتوا سواقكم وخدمكم ضباط دمج واقصيتوا الكفاءات وسرقتوا ثروات العراق انتم واتباعكم ودمرتوا اقتصاد البلد وفرطتوا باراضي للكويت وايران وهدرتوا كرامه العراقي وا وا وا. ومن ثم يقول ما يقول. الان نصل الى ختام هذه الفقره في فيسبوك بعد قليل. ايراني يطرد العراقيين في كربلاء، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة. الآن أذهب وإياكم إلى تويتر. إيراني يطرد العراقيين بكربلاء، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الأوقات أو الساعات القليلة السابقة. إلى التغريدة الأولى، ياسين الشويلي يكتب: هادي العامري يسخر من العراقيين ويمجد بإيران وقاسم سليماني، إذا هذا اللي نسميه مجاهد يستهزئ بالعراقيين ويقلل من شأنهم شلون تعتبون على الإيراني؟ بعد ياسين الشويلي نذهب إلى مغرد آخر غرد على هاشتاج إيراني يطرد العراقيين بكربلاء، وهي زينب حسين الحسيني، وتقول زينب: ولكم يا الإيرانيين شنو قيمة الأكل حتى تطردون العراقيين من مواكبكم؟ شوفوا مواكب العراقيين مو ناقصة خير وبركة، بس طردكم للعراقيين يبين إنه ما يجمعنا بيكم إسلام ومذهب، لأنكم عنصريين وما تحبون إلا أنفسكم. بعد زينب حسين الحسيني نذهب إلى جود أحمد التي كتبت: الإيرانيين إذا رحنا عندهم سرقونا، وإذا جو عدنا للعراق طردونا، شنو هاي؟ والله شنو هاي يا جود. الآن بعد جود نذهب إلى فاطمة جاسم التي كتبت: الإيرانيون يستغلون زيارة الإمام الحسين لبيع الحشيش على الزوار. كانت هذه أبرز آراء الشباب العراقي في موقع تويتر، وبعد قليل نذهب وإياكم إلى الفيديوهات المتنوعة. البداية من الكيان الصهيوني، وهناك نتنياهو حينما ذهب ليقدم خطبة دعائية له في عدد من المستوطنين، وما إن سمع صفرات الإنذار لاذ بالفرار. نتابع. اليوم أنا مودي على كوانتي لأخيل إم أكامات الممشلة أبا את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח. بإذن الله تبقى غزة شوكة في حلق الكيان الصهيوني، وكل فلسطين تبقى شوكة في حلق هذا الكيان المعتدي الغاصب حتى يرحل. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. نلتقيكم لاحقا، إلى اللقاء.